بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا
نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه وما تشاءون إلا أن يشاء الله يدخل من يشاء في رحمته وما تشاءون إلا أن يشاء الله يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله